وأخيرا منخفض جوي من الدرجة الثالثة مرتقب أن يؤثر على المملكة تزامنا مع بدء المربعنية. تفاصيل أوفى وعن فرص تساقط الثلوج أيضا في النشرة الجوية الأسبوعية الآن بعد هذا الفاصل. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن يبدأ هذا الأسبوع بأجواء مستقرة لكنها باردة للغاية، فمثلا اليوم درجة الحرارة في العاصمة عمان ترتفع فقط إلى 10 درجات مئوية في ساعات النهار، والأجواء ليلا باردة تهبط درجات حرارتها إلى 5 درجات مئوية وأقل في بعض الأحياء مع تشكل وحدوث الصقيع في بعض المناطق. الأجواء إجمالا اليوم تكون مشمسة في ساعات النهار، ولكن بالرغم من أنها مشمسة وصحوة إلا أنها تكون باردة ودرجات حرارة هي أقل من المعدلات المعتادة. أما في ساعات الليل القادمة فيطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة الليلية من جديد، وتصبح الأجواء شديدة البرودة في بعض المناطق، ويتشكل الصقيع في مساحات أحيانا تعتبر شاسعة من مناطق البادية والسور الشرقية وجبال الشرع، وربما يمتد الصقيع إلى بعض المناطق الداخلية. درجات حرارة مثلا في جبال الشرع من 8 درجات مئوية نهارا الصغرى إلى درجتين مئويتين، 13 إلى 8 في إربد، 10 إلى 5 في العاصمة عمان، 15 إلى 4 في البادية الشرقية، 12 إلى 4 في البادية الجنوبية ومعان، وفي العقبة من 19 إلى 15 درجة مئوية. إذن كما يعلم الجميع غدا تتأثر المملكة بمشيئة الله تعالى بمنخفض جوي، هذا المنخفض الجوي هو مصنف من الدرجة الثالثة، أي أنه من المنخفضات الجوية ذات التصنيف المتقدم متوسط إلى عالي الفعالية. ترافق هذا المنخفض الجوي مع كتلة هوائية تعتبر شديدة البرودة، يتوقع أن تؤثر على المملكة تدريجيا اعتبارا من ساعات فجر وصباح يوم الاثنين. يتوقع أيضا يوم الاثنين أن يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة، وتصبح درجات الحرارة أقل بكثير من المعدلات المعتادة بحوالي 7 إلى 8 درجات مئوية، أقل من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الطقس يوم غد الاثنين سيكون بشكل عام طقس بارد إلى شديد البرودة في أغلب المناطق، غالبا غائم، تهب رياح جنوبية غربية قوية السرعة، تزداد سرعتها مع مرور الوقت وتصبح مصحوبة بهبات شديدة في ساعات ما بعد الظهر خاصة في المناطق المكشوفة والمفتوحة، وتلامس سرعة بعض هباتها تقريبا حاجز 100 كيلومتر في الساعة، وتؤدي إلى حدوث العواصف الرملية والترابية على المناطق والطرق الصحراوية، وتؤدي بذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية. تتكاثر سريعا كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتترافق مع هطول زخات من الأمطار والبرد في مناطق عشوائية لكن عدة من المملكة خلال ساعات النهار. بعض من هذه الهطولات تكون على شكل أمطار مخلوطة بالثلوج أيضا، كما تسقط الزخات الثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن 1000 أو 1100 متر على سطح البحر، وتتراكم بعض من هذه الزخات الثلجية فوق جبال الشراء في جنوب المملكة، وبالتالي بعض المرتفعات الجبلية العالية في جبال الشراء مثل المرتفعات الرشادية والقادسية في منطقة الطفيلة، وأيضا حتى مرتفعات الشوبك والهيشة، وامتدادا حتى نحو الجنوب بعض المرتفعات العالية القريبة من وادي موسى والطيبة الجنوبية مثلا مرتفعات جبل المبرك. هذه المناطق ربما تتراكم عليها هذه الثلوج وتؤدي أحيانا إلى إعاقة على المسير في تلك المناطق على الطرقات، وبالتالي يجب الانتباه في تلك المناطق. أيضا في ساعات العصر والمساء ما بعد العصر والمساء يتوقع أن تعبر جبهة هوائية المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتعمل ذلك على انتظام الهطولات المطرية، وتصبح الأجواء باردة إلى شديد البرودة وغائمة وماطرة بغزارة بمشيئة الله تعالى في المنطقتين الشمالية والوسطى. بعض من هذه الأمطار تكون أيضا مترافقة مع أمطار مخلوطة بالثلوج أو أحيانا زخات كثيفة من البرد في بعض الأوقات، مع استمرار نشاط كبير في سرعة الرياح المثيرة للغبار والأتربة. إذن حالة جوية عالية الفعالية متوقعة يوم الاثنين، درجات حرارة تكون فقط 7 درجات العظمى في العاصمة عمان، الصغرى 4 درجات ليلا، 10 إلى 7 في إربد، كما نلاحظ في جبال الشرع من 4 إلى 1 مئوي، الأجواء باردة للغاية مع تساقطات ثلجية في بعض الأوقات، 13 إلى 3 درجات مئوية في البادية الجنوبية، 15 إلى 4 في البادية الشرقية مع غبار وفرص الأمطار. لكن مع دخول الجبهة الهوائية مع ساعات العصر والمساء سيقتصر تأثيرها على المناطق الشمالية والوسطى، وتتراجع فرص الهطول في المنطقتين الجنوبية والشرقية من المملكة. في خليج العقبة تكون هناك فرص لهطول الأمطار
في ساعات النهار، لكن تتراجع فرص هطول الأمطار لاحقا. لكن السمة البارزة في خليج العقبة يوم الاثنين هو نشاط الرياح الجنوبية بشكل كبير وارتفاع الأمواج المتوقع، وبالتالي قد يكون هناك بعض التأثيرات للحالة الجوية على حركة الملاحة البحرية. ترتفع العظمى إلى 19 درجة مئوية في ساعة النهار، والصغرى اليوم حوالي 12 درجة مئوية. أما يوم الثلاثاء وقبل الخوض بتفاصيل الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، فنود تذكيركم بأن يوم الثلاثاء هو بداية مربعانية الشتاء التي طبعا تسمى في الموروث المحلي بذلك أو الشعبي، ولكن تسمى أيضا من ناحية فلكية بالانقلاب الشتوي. هذا العام 2021-2022 الانقلاب الشتوي سيحدث يوم الثلاثاء في 21 من كانون الأول ديسمبر، وسيبدأ ويكون بموعد بدئه في الساعة 6:58 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويستمر طبعا فصل الشتاء من الناحية الفلكية 90 يوما حتى موعد الاعتدال الخريفي القادم الذي يتصادف في 20 آذار/مارس المقبل. إن شاء الله يكون طبعا فصل الشتاء خير وبركة على الجميع. تستمر مربعانية الشتاء في المقابل حتى نهاية شهر واحد، حتى 31 من كانون ثاني يناير، وهذه الفترة تسمى في الموروث المحلي بمربعانية الشتاء. طبعا هناك فيديو آخر سأقوم به باستعراض معكم أبرز الحقائق عن مربعانية الشتاء في بلاد الشام والأردن، وأيضا بعض المعلومات عن توقعات الأحوال الجوية المتوقعة خلال فترة مربعانية الشتاء لهذا العام. يوم الثلاثاء يتحرك هذا المنخفض الجوي نحو الشرق ويبدأ بالابتعاد عن المنطقة، لكن تتأثر المملكة بتيارات هوائية غربية رطبة وباردة، وبالتالي يبقى الطقس في شمال ووسط المملكة باردا وغائما وماطرا على فترات. ربما تتراجع فرص الأمطار قليلا في ساعات العصر والمساء، ولكن السمن الأساسية الأجواء شتوية باردة وماطرة ودرجات حرارة تبقى دون المعدلات. كما نلاحظ 7 درجات مئوية فقط العظمى في العاصمة عمان وصورة، 5 درجات مئوية 10-9 درجات مئوية في المنطقة الشمالية وفي إربد. رياح نشطة تبقى في المنطقة البادية الشرقية من 12-5 درجات مئوية، 7-3 في جبال الشراع، 10-4 في البادية الجنوبية، و 18-14 في خليج العقبة. كما نلاحظ المنطقة الجنوبية والشرقية فرص الأمطار ضعيفة، تبقى فرص الأمطار قائمة في المنطقتين الشمالية والوسطى للمملكة. يوم الأربعاء يستمر تأثر المملكة بالمزيد من التيارات الهوائية الغربية الرطبة والباردة، وبالتالي يبقى الطقس باردا وغائما مع هطول الأمطار على فترات في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، مع عبور سحب وغيوم منخفضة ملامسة لسطح الأرض تؤدي لتشكل الضباب فوق المرتفعات. تبقى الأجواء بشكل عام يعني باردة وشتوية، 7-5 في العاصمة، 11-9 في إربد والمنطقة الشمالية، 13-5 في البادية الشرقية، 9-3 درجات مئوية في جبال الشراء، 12-4 في البادية الجنوبية، و 19-14 في العقبة. وتبقى فرص الأمطار ضعيفة إجمالا في جنوب وشرق المملكة، وتبقى فرص الأمطار مرتفعة في المنطقتين الشمالية والوسطى. إذا نتحدث عن فرص أمطار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أجواء شتوية في هذه الأيام جدا باردة ماطرة بمشيئة الله تعالى. تبقى فرص الأمطار قليلا يوم الخميس قبل بداية الاستقرار على الأجواء بمشيئة الله تعالى، تبقى فرص بعض الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى، لكن تدريجيا تتراجع فرص الأمطار بعد ذلك، ويبدأ الجو بالاستقرار التدريجي مع نهاية هذا الأسبوع، وتبدأ درجات حرارة بالصعود. فنلاحظ مثلا يوم الجمعة ترتفع درجات حرارة، لكنها تبقى دون المعدلات، لكن ترتفع بالمقارنة ما سيكون عليه في منتصف الأسبوع، درجة حرارة 11 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 5 درجات. الأجواء تكون نهارا باردة وليلا شديدة البرودة مع تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من مناطق البادية والسهول الشرقية وجبال الشراء، قد يمتد أيضا تأثيره إلى بعض المناطق الداخلية. تتناقص الغيوم عما كانت عليه خلال باقي أيام الأسبوع، وتكون فرص الأمطار ضعيفة، تصل إلى 13-7 درجات مئوية في إربد والمنطقة الشمالية، 13-5 درجات مئوية في البادية الشرقية، 9-3 في جبال الشراء، 13-4 في البادية الجنوبية، و 20-14 درجة مئوية في خليج العقبة. دمتم إن شاء الله بكل خير ومحبة، وأتمنى لكم أسبوعا مباركا أينما كنتم، مليئا بالأمطار والخيرات. ربنا يسقنا الغيث ولا يجعلنا دائما من القانتين. إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية.
والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.